يعني سيدة في ثلاثينية دخلت المستشفى هي واختها وجوزها، ممرض دخل قال لهم اتفضلوا انا هركب لها الكونان، طلعوا تحرش بيها داخل اوضتها في المستشفى، واختها استغاثت بالناس وسجلت فيديو وطلبت الشرطة. هنعرف من المحامي بتاع المريضة اللي تم التحرش بيها من الممرض ايه اللي حصل. معايا الاستاذ حاتم نصار. استاذ حاتم اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ايه اللي حصل يا استاذ حاتم؟ اللي حصل ساعتك ان الوكيل دخلت المستشفى كانت مغمى عليها وكان معاها جوزها فقط واولادها صغيرين الاطفال، كانت اختها لسه ما رحتلهاش. المهم دخلت الطوارئ، ده الدكتور كشف عليها عملوا لها اسم قلب وهي في غرفه الطوارئ، في غرفه الطوارئ متقسمه بارتيشنات كده، الكاميرا موجوده جوه الاوضه، اتعامل معاها طبيب وممرضه عملت لها رسم قلب، والدكتور بعت الممرضه بعد كده بكرسيين اتحطها في المثال، وبعدين الممرض ده جه ركب لها كاميرا في ايدها عشان يعملوا لها محاليل وجات الاكسجين بعد كده. ايوه. فوجئوا ان الممرض ده جاب حقنتين، طبعا جزء ما يعرفش الدكتور كاتب علاج ايه، طبعا هو في المستشفى بيتعامل معاه الممرض. على اساس ان الدكتور مديله تعليمات. لا ده حقنه الاول، حقنه خدتها عادي جدا، تاني حقنه جسمها سيب خالص مش حاسه بجسمها، لكن هي فايقه واعيه، واعيه اللي بيحصل بس مش قادره تتحرك. جوزها شاف كده يبني فيه، قال له دي الحقنه هتخليها فريش، حقنه تخليها ريلاكس، سيبها 10 دقايق وهتبقى كويسه. جوزها راح يسال الدكتور في ايه بالظبط، والممرض شد الستاره واتحرش بيها. ده باختصار الموضوع اللي حصل. طبعا لما هي فايقه واعيه بس مش قادره تقاوم وفي حاله صعبه، جه الدكتور وجوزها، الولد خرج من الاوضه، قالت للدكتور هي ما حبتش تقول قدام جوزها عشان ما تحصلش مشكله والمرضى في المستشفى. الدكتور راجل محترم لما يعني حاول ان هو يعني يجيب الولد يشوف منه اللي حصل، حصلت ان هي انهارت وانهيار عصبي. جوزها اتصل باخواتها علشان يجوا يشوفوا الموضوع معاه. سؤال، هو الممرض اداها حقنه بغرض يعني التحرش بيها او اغتصابها انها تبقى مخدره؟ يا فندم الدكتور بيساله انت اديته حقن ايه يا ابني؟ الدكتور بيساله انت اديته حقن ايه يا ابني؟ تمام. يعني كده مفيش تعليمات بحاجه خالص. المهم جت الشرطه واخواتها وروحنا. طب معلش يا استاذ حاتم استحملني، بعد الحقنه هي جالها غيبوبه؟ جالها نوم؟ جالها لا مش نوم يا فندم، تخدير للجسم لكن واعيه. اوكي. مش قادره تتحرك جسمها. مش قادره تقاوم لما هو اقترب منها. ايوه مش قادره تقاوم، ان هي فايقه وشايفاه وعارفه انه مش قادر. اوكي. هو حاول يغتصبها ولا تحرش بس؟ وايه الجريمه؟ ايه هو ده التحرش يا فندم؟ تحرش. أوكي. تحرش يعني طبعا ما ينفعش الموضوع في النيابه، ما اقدرش اتكلم اكتر من كده بالنسبه للواقع دي. انما الغريب في الموضوع طبعا يعني الشرطه جت على طول، كنا الساعه 2:30 صباحا موجودين، شرطه اسم العمرانيه وصلوا والقوات وصلت والناس كانوا موجودين. انا اتبسطت جدا لما لقيت بتاع رئيس مجلس اداره المستشفى جاي بنفسه والنائب بتاعه. بس كانت الصدمه جايين يعملوا ايه يا فندم؟ انا كطبيب لما تحصل حاجه عندي كده او حاله زي دي اجري اشوف الحاله اخبارها ايه الاول. تمام. اطمن لو واقفين تحت في الجراج وفي الباترون عند المرسله مع قوات الشرطه علشان يقولوا مالناش دعوه بالولد ده. دي تصرفات فرديه. يعني ايه هو الولد ده مش معين في المستشفى؟ يا فندم مع معايا بقى مش عارف، انا مش قادر افهم لغايه دلوقتي. وبعدين ولو مش معايا في المستشفى يا محمد دي دكتور استاذ جامعي هو رئيس مجلس اداره ونائب رئيس مجلس اداره جايين بيتهم، واحد في داخل ساكن في العبور وبيت جاري. اتبسطت جدا من موقفه ان هو جاي ينقذ مريضه عنده، وفاجئ ان هو جاي يقول مالناش دعوه. احنا مالناش دعوه ده ولا بالحاله دي. تمام. ومعانا المريضه دخلت اسم العمرانيه، مجرد ما نمتحت الموضوع انهارت، خدناه ونزلنا جري على المستشفى تاني. تمام. ورجعنا بعد ساعة رحنا الاسم العمرانية تاني مشكورين. وقبل الاسم العمرانية اسم شرطة العمرانية أفضل مليون مرة من المستشفى جانا للرعاية الموجودة في طلبة العرب. العصير وحاجة ساعة وخدمك صحتك وما تنفعليش. طيب. بيهدوا فيها. تمام. اللي ما حصلش في المستشفى يا فندم، في المستشفى هنا جردات واقفين بمعونة. ما يعني الشرطة استقبلتها استقبال طيب. طيب الممرض ان حضرتك قلت ان هو لا يحمل شهادة، هل حقيقي؟ يا فندم
معه شهاده مريض. وهل هو معين في المستشفى؟ هو شغال في المستشفى. فانت ما عرفت ازاي حضرتك انه مش معاه مؤهل، مش معاه شهاده تمريض؟ بدات طالب وقال مش وقال ولسه ما خلصش لسه مع التمريض شاف ال. طيب النيابه اصدرت ايه يا استاذي؟ النيابه من يوم الجمعه الساعه من بعد الثلاث الجمعه ونشاط احنا في التحقيقات لغايه الساعه 12 ونص مساء خد يعرض صباح باكر، تعرض صباح باكر خد اربع ايام لسه النهارده تجديد، خد 15 يوم تجديد. يعني هو خد 15 يوم والمحاكمه بقى. بشكرك استاذ حاتم نصار، ودي رساله لكل المستشفيات الخاصه، ارجو 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 ان انتوا ترجعوا لقواعد ابو قراط، قسم ابو قراط. يمكن